زواجي هما خوتي، رجالتي هما هادو، لمن نتزوج لمن غنخلي هادو، شكون غادي يهزهم؟ غلبني الدواء هو اللي غلبني، وما عنديش مدخول، انا اللي كنت خدامه. انا لما طيبتش لهم كيبقاو بلاش، الا ما طيبتش لهم انا ما كيبقاو بلاش، كيبقاو بلا ماكله. اختي فيها با وفيها مي، اختي فيها با فيها مي فيها اختي فيها كلشي، كلشي في اختي. لما كانش اختي ما كنقدروا نديروا حتى حاجه، ما كنقدروا نديروها. السلام عليكم، سميتي امينه، عندي خوتي مراد، خوتي مراد ليا، وانا كنت خدامه، كنت خدامه، انا اللي كتهزاهم، كنت هزاهم في الخدمه، ما كان خصنا حتى شي خير، خدامه عندي الفلوس الحمد لله، ما خصني حتى شي خير، ما خصني. ماتت الوالده، ما بقاش، ما لقيتش اللي قابل ليا خوتي، عندي ثلاثه مراد. واحد عنده مرض نفساني، وهذه هي تشوف فيها ما كتنوضش، والدري مكفوف ما تيشوفش، هو ما لقيتش اللي قابلهم ليا، قابلتهم انا بركت. والمصروف ما مره كاين مره ما كاينش، دابا غلبني الدواء، غلبني الدواء، كنشري لاختي وكنشري لخويا وكنشري لدري خويا حتى هو الثالث كلهم. ودابا كنتمنى محسنين، خوتي المحسنين يعاونوني شي شويه غير في الدواء. زواجي هما خوتي، رجالتي هما هادو، لمن نتزوج لمن غنخلي هادو، شكون غادي يهزهم؟ لمن انا نتزوج نمشي، شكون غادي يهز هذا؟ داك مكفوف الا ما دخلتوش المرحد ما كاينش اللي يدخلو. هذه حتى هي كذلك، حتى هيايا كتعاني برجلها مده 10 سنوات، كتعاني بالرجل، راه هي رجل مطقوبه، ما كتزيدش، كتمشي على ركابيها للطواليط. شكون شكون غادي؟ الوالدين ماتوا، وحنا دابا في دار الوراثه، هذه دار الوراثه. ايوا اش غنقول لك، كندوز نهاري كل نهار، وكي كندوزو كل نهار، وكي كندوزو، مره كاين مره ما كاينش، مره وحنا غاديين الحمد لله والشكر لله. وكنتمنى من خوتي وما يعاونوني في خوتي. غلبني الدواء، غلبني الدواء هو اللي غلبني، وما عنديش مدخول، انا اللي كنت خدامه، الدواء اللي غلبني. الفاصمه عندي يوميا، الفاصمه يوميا خاصني نبدل ليهم، الا ما بدلتش الفاصمه ما تقدرش تبرك عداهم. مني طبيبه، مني طباخه، مني كلشي مني، انا نطبخ ليهم، انا كنسواني ليهم، انا اللي كنداوي ليهم، انا نخرج على برا، انا كلشي فيا انا، الا ما خصنيش نخرج حتى شي بلاصه، ما خصني نبات فيها حتى شي بلاصه، ما خصني نمشي ليه، الا ما كاينش. يوميا خصني نبدل الفاصمه، الدريه اختي والدريه خويا، يوميا خصني الفاصمه. لا ما تزادوش هكا، بغى الله كلهم، بغى الله وصافي. ملي كانوا صغار وهما لا ما تليتش صافي، وانا انا براسي راه كبرت، ما عندي فين غنمشي. جات الفرصه الاولى، وجات الفرصه الثانيه، وجات الفرصه الثالثه، ولكن لمن غتخليهم؟ لمن غتخليهم؟ لمن غتخليهم؟ ما كاينش لمن غتخلي ثلاثه الناس مراد، لمن غتخليهم؟ يلا لمن غتخلي؟ ما كاينش لمن نخلي، ما كاينش، ما كاينش. الوالده راه ماتت، ما كاينش اللي كيعاونني حتى شي حاجه، ما كاينش. وتقول شي حد كيعاونني ولا شي حد كيطبطب الباب ولا ما خطا واحد السيد ما نكذب عليه، كان مره كيجي على حساب داك الدري ما كيشوش مع كورونا وداك الشيء، ما بقاش، ما كاينش اللي كيطبطب الباب، كيخرج هكاك والناس يدبروا عليه وداك الشيء باش كنشري ليه الدواء، حيت خاصني يوميا الفاصمه، يوميا خاصني نبدل ليه الفاصمه. الا ما بدلتهاش ليه راه يقدر حتى دوك رجلي ما بقى، خاصني يوميا خاصني الدواء يوميا. ايوا الاجل عند الله سبحانه وتعالى، احنا كنا للموت. ايوا ليهم الله سبحانه وتعالى، واش ما كاينش؟ ما كاينش، حتى شتي كتشوف على عينيك ما كاينش. انا لما طيبتش لهم كيبقاو بلاش، الا ما طيبتش لهم انا ما كيبقاو بلاش، كيبقاو بلا ماكله، حتى كتشوف هذه لا يدي لا رجلين، هذاك العوينه تا هو لا رجلين،
والحمد لله. بغيت غير واحد شويه، غير واحد شويه، ما بغيتش بزاف، بغيت واحد شويه. ملي بغيت واحد شويه، الا ملي كنت خدامه كاع ما كت كاع ما كنتش كنشكي. كاين الله والخدمه وكاين الفلوس وكاين دابا ما كاينش. قلت لك وتقول ما كاينش اللي طبطب الباب، اقسم لك بالرحمن. واش غندير؟ واش غندير؟ يلا قول لي اش غندير. وراه يبقى فيك الحال، ما كاينش قلت لك اللي طبطب الباب بيناتنا. الله سبحانه وتعالى ما كاينش اللي طبطب الباب. لكن الا ما وكلتهمش ما كاينش، ما كاينش اللي يوكلهم. ها انا نصاطحك وداك الدري ما كيشوش كيخرج يسعر، راه كاع الناس كتعرفو، راه الناس كلهم كيعرفوه. ايوا ما كانوا الوالدين وكانت دنيا اخرى وكانوا اللي كنسعتو. لا راه الدنيا هي هادي، وراه الدنيا هي هادي. لا بنادم كيبقى كما كانوا الوالدين كاع ما كتمسوقه كاع، ولكن ماتوا الوالدين. واش غدير لما نتخليهم؟ قلت ليك يلا انت كتشوف لا يدين لا رجلين، لا اش غدير؟ يلا كنا واحد شويه، قلت لك كنا شي شوي. سمعتيني؟ كون غير شي شوي شي شوي، ما كاينش قلت لك اللي خطبطه بالباب. بالله اللي شانو عظيم والحمد لله. اختي فيها با فيها مي، اختي فيها با فيها مي فيها اختي فيها كلشي، كلشي في اختي. لما كانش اختي ما كنقدروا نديروا حتى حاجه، ما كنقدروا نديروها حتى حاجه، كلشي في اختي. اختي فنات شبابها وفنات حياتها على قبلنا، والو ما كاينش. هذاك الخويا اللي بصير اللي ما كاينش ولا الكلاوي، دارينو الكلاوي يعني عنده لاقوط في الكلاوي. لما شديتي شو ما زيتين ما كيزيدش. اي هذاك سميتو عليا اخويا الاخر، حتى هو الدواء النفساني، حتى هو الدواء. انا اكثر من 20 عام هادي ورجليا متقوبه، ما عرفتش ما خليتش الدواء، ما خليتش صافي. عيت بالدواء، ما لقيتش العلاج اللي هو اللي هو حقيقي اللي غادي نتعالج به، لا يدين لا رجلين. انا عندي 60 عام دابا ومع والو، لا ولد لا بنت، لا يديك لا يخليك والو، حتى شي حاجه. النهار اللي عقلت على راسي وانا مريضه وانا كنعاني، النهار اللي عقلت على راسي وانا مريضه وكنعاني، لا بلا رجلين لا يدين، ما نقدرش. الا بغيت نمشي عطب حتى كندير الكروسه، جابوا لي على الناس حتى كندير الكروسه عاد كديني اختي الطبيب. يا ربي عالي وعالم، واجرهم الله اجر. ما باش تشريو عند الطبيب، ونمشيو نشريو عند الدواء ونمشيو للطبيب، هادشي اللي كاين. بغينا عايشين باش ما عطانا الله، ولكن بغينا عند الدواء والطبيب، بغينا حتى حاجه، بغينا عند الدواء والطبيب. بالعيشه بيد الله تبارك وتعالى.